التعاونيه ديالنا تتنجل زيت ارغان وكتهتم بتربيه النحل، انتاج مواد التجميل والعسل الحر. كانت التعاونيه في قبل ما تجي جائحه كورونا، كنا الحمد لله خدامين، كنا كنصيفطوا للاسواق اللي في كازار، الرباط، اكادير، كانوا الناس كيجيو عندنا حتى المقر باش يديو المنتوجات الطبيعيه اللي كنصيبوها هنا محليه. وفاش كانت فاش بدات الجائحه كلشي توقف على العمل، الطرق تقطعوا، ما كاينش فين تصيفط السلعه ديالك، وكاع المحلات اللي كنا كنصيفطوا لهم السلعه ديالنا تسدوا. و داكشي علاش اضطرنا حتى حنا نوقفوا العمل، وانه عرفنا ان تضرينا بزاف، وتضر واحد الشريحه اللي كتخدم معنا، هاد العيالات اللي كيخدموا معنا بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره، حيت كاينين عيالات اللي كيجيبوا لنا المواد الاوليه، كيهرسوا لنا افياش، كينقيو الزنين، كيجيبوه هنا فين كيتصايب بطرق تقليديه وفي اجواء صحيه وكتحترم المعايير ديال السلامه الصحيه. وفاش توقف فاش كانت هذه الجائحه، ما بقاوش المهرجانات، ما بقاوش المعارض اللي كنا كنديو لهم المنتوجات ديالنا، وبعض الناس اللي كنا كندفعوا لهم حتى هما سادين توقفوا على العمل. هذا الشيء اللي كيجعل الشريحه كبيره ديال العيالات في العالم القروي اللي كانوا كيترزقوا معنا، كانوا كيصيفطوا لنا المواد الاوليه ديالهم كافياش وبعض الاعشاب الطبيه والزنين، كيهرسوه كيجيبوه لنا حتى هما تضروا بزاف، حيت في الاول كانوا كيستافدوا معنا ما يناهز 80 امراه بطريقه غير مباشره. وعندنا هنا في التعاونيه شي 6 ولا 7 البنات اللي توقفوا الدراسه وخدموا معنا هنا في الورشه. هادشي اللي كيجعلنا نحاولوا نلقاو حلول، وكنتمناو من الجهات الوصيه يدعموا هاد التعاونيات ويدعموا بافكار ويلقاو لهم حلول، باش الحمد لله راه كاين، واخا انه المواد الاوليه راه طلعوا بزاف، بحال دابا الزمين راه طالع بزاف، زيت اركان حتى هو طالع بزاف، الاعشاب نظرا اللي فاش ما كايناش الشتاء، ان الاعشاب الطبيه ما بقاوش حتى هما ترفع الثمن ديالهم، ولكن الحمد لله كاين المنتوج. قبل ما تكون هذه الجائحه هذه كنا خدامين مزيان، انا والبنات اللي خدامين معايا فهاد التعاونيه كنا غاديين مزيان، من بعد اضطرينا باش نجلسوا ونحبسوا على العمل بسبب جائحه اللي العديد من الناس توقفوا من يعني على الخدمه ديالهم. وكنتمناو من الله اننا تمر هذه الجائحه بخير وعلى خير، وتعود الورشه ديال العمل كما كانت من قبل. كنا يعني كنشاركوا في بزاف العديد من المهرجانات في كازا، يعني جميع المدن ديال المغرب، وكنتمناو اننا نعودوا كفتيات العمل ديالنا من جديد، والله يرفع علينا هذا الوباء والبلاء. من بعد ما تعلن على الرفع التدريجي للحجر الصحي، حاولنا اننا نستأنفوا النشاط ديالنا، لكن كنصطدموا مع الاسف بواحد ارتفاع مهول في الماده الخام باش كنشتغلوا، خصوصا زيت الارغان، ارتفاع كذلك في مواد التعليب اللي هما لومبالاج. يعني حاولنا اننا نتادبتوا مع الوضع. ومن ناحيه اخرى يعني تفاجئنا حتى بواحد الانخفاض يعني واضح في الاقبال على المنتوج. رسالتنا كنتمناو ان وزاره الفلاحه انها تلتفت واحد الالتفاته لمثل هذه التعاونيات من اجل انقاذ المنتوج المحلي، خصوصا ان المنتوج المحلي كيعطي واحد الاشعاع للمنطقه بالخصوص والمغرب بصفه عامه. وبالرغم من التوقف ديالنا لهذه المده هذه، فكتبقى المنتوجات عندنا الحمد لله يعني طبيعيه، ما كتخسرش على مده، يعني كيكون التاريخ كيكون واحد لو ديلي في كل منتوج. الحمد لله عندنا مصداقيه، عندنا جميع الوثائق اللي كتثبت ان المنتوج يعني كيبقى صالح لواحد المده معينه. كنتمناو ان الناس يعني يصحوا النظره ديالهم لواحد المجموعه ديال المواد الطبيعيه، لان كاين الناس مع الاسف كيقتنيوا المنتوجات بشكل عشوائي، ومن عند الناس يعني اللي كيبيعوا وكيتاجروا في المواد الطبيعيه بشكل عشوائي، يعني وكيقول بان هناك مواد مغشوشه. الا الانسان يعني يحاول ما امكن يقتني من عند يعني الصانع او المصنع
يعني بشكل مباشر. والحمد لله كاين وسائل الارسال، كاين عطى الله الامور، كاين وكلاء تجاريين ديالنا، وكنتمناو ان شاء الله ان الامور ترجع الى احسن ويكون اقبال شديد لهذا القطاع هذا من اجل انعاش الاقتصاد الوطني والمحلي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.